بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعرف قدر الإنسان بأسئلته في كثير من الأحيان. إذا واحد عنده أسئلة، فهذه الأسئلة إما أن تدل على علمه أو تدل على مدى جهله. من كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله ومع الأئمة المعصومين من العلماء، بعض الأحيان الروايات التي وصلت إلينا عن معالم الدين من فقه وعقائد وأخلاقيات كانت بأسئلة من الإمام، من المعصوم سلام الله عليه. كثير من الأحيان الرواة كانوا يجلسون عند الإمام، ما يجي في باله السؤال، ما يحضر في باله السؤال، فالإمام هو يبادر بالكلام فيذكر مواضيع متعددة في مسائل مختلفة. لذلك من الضروري خصوصا لرجل الدين دائما أن يسعى أن يتمرن على طرح الأسئلة اللي هي تكون بالمستوى. هسه في أي مجلس علمي، لو يجلس في مجلس علمي مجموعة من الطلبة موجودين، مجموعة من العلماء، شخص واحد ولو هم اثنين ثلاثة في مجلس، مو مجلس علمي، مجلس العوام، يسعى أن يطرح بعض الأسئلة ويجيب، يناقش لكي يستفيد أكثر. إذا واحد دائما يفكر في موضوع يتوفق ويتقدم. لاحظوا أنفسكم إذا جلستوا في مجلس وهناك عالم، ما الذي يحضر في بالكم من طرح السؤال؟ يمكن واحد يشوف ذهنه صافي خالي عن أي سؤال. ليش؟ لأنه الذهن يحتاج إلى تمرين ليقوى، كما أن البدن يحتاج إلى تمرين. هذول اللي يروحون إلى ويلعبون رياضة كذا، بعد فترة يتفوقون في تلك الجهة. هذا اللي دائما يركض، ورا فترة يمكن ساعتين يركض وما يتعب، أما من لم يتمكن من الركض أو لم يجرب ولم يمرن نفسه على ذلك، فدقيقتين يركض بعدين لازم يستريح. فالذهن كذلك. المخزومي طرح على رسول الله صلى الله عليه وآله أسئلة، قال له رسول الله أن هذه الأسئلة تدل على مدى جهلك أو مدى قصدك لإغواء السذج والجهال. ليش؟ لأن هذه الأسئلة التي طرحها، هذه الشبهات التي أوردها، إما هي كما ذكرنا في البحث السابق نقض للغرض، وإما هي لا تفي بالغرض، وإما هي توجب الهلاك الدائم. فإذا هذه الأسئلة تدل على مدى الجهل، وإجابة رسول الله صلى الله عليه وآله على هذه الأسئلة أيضا تكون بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وآله مشى مع جهل هذا الجاهل. بعض الأحيان الجاهل يجي يسأل وحقيقة مستفسر يريد أن يتعلم. زين، واحد يعلم مرتين ثلاثة كما في قضية الزهراء سلام الله عليها مع تلك المرأة المعروفة التي سألت أجابت الزهراء، كررت السؤال فأجابت الثانية، كررت فأجابت عدة مرات فخجلت، ما كانت تستوعب الجواب، كانت بليدة كأنما. فالزهراء قالت لا، هذا ثواب لي، نتيجة أنا أجيب الله يتفضل علي بثواب كبير على هذه الإجابة، فهذا مو تعب لي، طبيعي من وظيفة العالم أن يبدي علمه. هذه هي. ورسول الله صلى الله عليه وآله يقول أنا ما أتماشى مع أسئلتك، لأن أسئلتك ما تنفع حدا فيه فأتركها. وغير أنه أنت بالنتيجة هم قلت أنا معاند، المعاند لا ينفعه إلا حد السيف، يعني يجي يحاربني في ساحة الحرب، إذا أجي حاربني فنتحارب بالسيف، أما الكلمة تنفذ في قلبه ما دام هو معاند فلا يتأثر بالكلمة
الصالحة. طبعا هنا ملاحظة بين قوسين، أنه واحد ما لازم يبخل بالكلمة، حتى الإنسان المخالف، حتى الإنسان اللي فعلا قد يكون ناصبي مثلا، يمكن أن يتأثر بالكلام الصحيح ولو بعد حين. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: وإنما أنا ما أستجيب لأسئلتك، وإنما أبين بطلان هذه الأسئلة. لماذا؟ قد يكون، ولا أدعو الله أن يسقط السماء عليك كسفا لتموت أنت وقومك. لماذا؟ لأنه أكو أمل أن فيكم مجموعة يؤمنون لاحقا، كما آمنوا بعد ذلك مجموعة من هؤلاء برسول الله صلى الله عليه وآله. بل حتى وإن لم يكن أمل بكم، فهناك في أصلابكم مؤمنون، فنحن الله عز وجل لا ينزل العذاب لمن هو في الأصلاب، كما ذكرنا مرة قضية ابن الحجاج، هذا حفيد الحجاج المعروف ابن يوسف الثقفي من أحفاده، هذا من الموالين ومن شعراء أهل البيت، فالله عز وجل يبقي الحجاج لوجود هذا الطيب في نسله، ويخرج الحي من الميت. هسه في آية مفصلة يمكن في وقت نتطرق إلى هذه الآية المباركة، التزيل. التزيل يعني هذا الخبط الموجود بين المؤمن والكافر. الله عز وجل يقول: لوجود هذا الخبط أنا لا أنزل العذاب عليكم. يعني بعض المؤمنين في أصلاب الكافرين، وبعض الكافرين في أصلاب المؤمنين، فإذن هذا الخبط الموجود والخلط الموجود اللي هو كله لمصلحة يوجب إبقاء هذا الكافر فعلا ورزقه وإعطاءه، أملا بذاك الحفيد العاشر اللي راح يكون من المؤمنين ومن الموالين، كما في قضية أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام ومالك الأشتر في ليلة الحرير. أمير المؤمنين حسب المنقول في بعض الروايات، أمير المؤمنين قتل 1000 ومالك في قضية الصفين قتل كأنما 999، فقال: أنا قتلته دونك برجل واحد. أمير المؤمنين قال: بس الفرق بيني وبينك أنه أنت أي واحد من الكفار اللي كان يجي أمام سيفك كنت تقتله، وأنا كنت أشوف في أصلابهم هل يوجد مؤمن، هل يولد مؤمن، ما كنت أقتله، فهذا الفرق بيني وبينك. زين، إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، المشرع هو الله عز وجل لا غير الله، لذلك كل القوانين يجب أن تعود إلى الله. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو المحيط بنا، هو الذي خلقنا، هو الذي بيده أمرنا، هو الذي يعرف المصالح والمفاسد الواقعية لنا، فالمحيط بنا وبمصالحنا وبمفاسدنا هو الذي يحق له أن يسن القوانين لنا، وهذا شيء طبيعي. أما الإنسان الذي لا يعرف نفسه، إلى الآن علماء الإنسان محتارين في خلايا الإنسان، في هذه التركيبة الخاصة للإنسان، بعده هو ما عرف نفسه، لا يعرف وظائفه بصورة كاملة، في كل يوم في اكتشاف جديد بالنسبة إلى علم النفس وبالنسبة إلى علم البدن والطب وما إلى ذلك. فهذا الإنسان الذي يجهل نفسه كيف يمكن أن يسن قوانين تخدم مصلحته الدنيوية والأخروية؟ ما يمكن. العقل يقولون لازم يكون محيط بالمسألة حتى يحكم أو يرى، على الخلاف الموجود بين الأصولين أن العقل يحكم أو يرى. إذا نقطة غامضة موجودة العقل ما يحكم، يقول أنا ما محيط لكي أحكم. فالإنسان العاجز عن معرفة نفسه كيف يمكن أن يسن قوانين لحفظ النوع بصورة كلية؟ ما يمكن، هذا واضح. لذلك هذا الخبط الحاصل في العالم، يوم تشوفون نظرية الشيوعية، نظرية بعدين هي الشيوعية تتطور إلى الاشتراكية، يوم ترون نظرية الرأسمالية، والرأسمالية تتطور إلى نوع من الاشتراكية أيضا، حتى الغرب الآن نظام التأمين الاجتماعي كذا، هذا كله خلاف نظام الرأسمالية. الرأسمالية أنا صاحب المال، أنا ما علي بالآخرين، كل واحد يعمل ويهتم
ليس في تفصيل مذكور في كتب الاقتصاد. ما يعني دائما نظريات هي نظريات تثبت فشلها بعد فترة. ليش؟ لأن الإنسان ما يعرف. فالقانون يسن الله عز وجل، لأنه العالم بالمصالح والمفاسد. زين، هسه القانون الإلهي هو موجود في القرآن الكريم، القوانين، وفي بيان المعصومين عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. شنو المشكلة؟ المشكلة في تطبيق هذه القوانين. هسه في الغرب ماكو قوانين بالمقدار الذي تقدموا الغرب، تقدم بمقدار حقيقة، لأنهم عملوا أو وافق عملهم بعض القوانين الإسلامية والحريات مثلا، يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. رسول الله هذا وظيفته، أنه هناك أغلال جاهلية، الجاهليون غلوا أنفسهم بأغلال، بقيود. الله عز وجل يلقي هذه القيود، هذا معنى الحرية. أنتوا أحرار، إذا واحد يريد يتاجر خليه يتاجر، وأنه إذا تريد تفتح محل وأنه تدفع ضرائب وتستأذن من الحكومة المحلية تفتح محل، ما تفتح محل ويجون يغلقون محلك لأنه ما عندك. تريد تبني لك بيت، تروح إلى الصحراء موات، الأرض لله ولمن عمرها، تبني لك قطعة بيت، هذا ملكك. إذا ما عندك طاب والبلدية تجي تفلش البيت. فالغربيين إذا شوية تقدموا، لأنهم عملوا بجزء من القوانين الإلهية. أما الغرب الشرقيون يعني المسلمون، هؤلاء فتركوا جميع القوانين الإلهية، لذلك هذا الخبط في عالمهم وهذا الاقتتال وهذه المشاكل الموجودة. فالمسلمون إنما تمردوا على القوانين الإلهية ووصلوا إلى هذه المرحلة حقيقة، إلى هذه المرحلة المزرية حقيقة في البلاد الإسلامية. شلون تمرد؟ التمرد على القوانين الإلهية تارة تمرد تكويني وتارة تمرد تشريعي. التمرد التكويني يعني واحد يروح على المنارة مثلا وبعد ذلك يقول أنا لا أقبل قانون الجاذبية. هذه الجاذبية الموجودة للأرض تجذب الأشياء إليها، يقول أنا أخالف هذه القانون، هذا القانون، وهذا القانون باطل، ويلقي بنفسه من هذه المنارة. ما الذي يحصل؟ هو أقوى من القانون أم القانون يأخذه ويسحبه إلى الأرض؟ طبعا يموت، تتهشم عظامه، هذا واضح، لأنه تحدى قانون الله التكويني. وهناك من يتحدى قانون الله التشريعي، اللي يتحدى القانون التشريعي الأوامر والنواهي. الله عز وجل سمى مجموعة من القوانين لنظام هذه الأمة، وإمامتنا أمانا من الفرقة، تركنا إمامة أهل البيت وقلنا في هذه الفرقة. الزهراء سلام الله عليها تقول نحن صمام الأمان للأمة الإسلامية. عندما تتركون طبيعي، إذا واحد ما يعتقد بالجاذبية، الجاذبية تجذبه ويتكسر. إذا واحد ما يعتقد بكلام فاطمة الزهراء ويترك إمامة الأئمة كمحور للإسلام، طبعا هذه الفرقة التي تحصل. إذن وزان القانون التشريعي وزان القانون التكويني، وهذه المشكلة. ومتى عاد المسلمون إلى الإسلام يعود إليهم السعادة والفرح والسيادة وما إلى ذلك، والسعادة في الدنيا والآخرة. زين، هسه لاحظوا، خلينا نكمل الرواية. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول هذه اقتراحاتك، اقتراحات غير نافعة، ومنها ما يعني من اقتراحاتك اللي طرحتها علي أنه سوي كذا حتى نؤمن بك. هاي اقتراحاتك تدل على جهلك لأنها لا تنفع، وليست يعني اقتراحاتك لو أنا نفذتها ما يمكن تنفيذه، فهذا ما ينفعك أبدا، ما ينفعك، فمو حجة، فمو دليل، مو برهان قاطع على نبوتي حتى تتبعني. أنا جايب لك برهان قاطع، أنت تترك البرهان البراهين القاطعة وتتمسك بحجج واهية، وهذا الجاهل هكذا يفعل. ومنها ما لو جاءك به كان معه هلاكك، يعني بعض اقتراحاتك أنا لو أجي بتلك الاقتراحات أنت تموت، الله أرحم الراحمين، ما يريدك تموت، الله يريد يتم الحجة حتى تختار الخير من الشر.
ومنها ما لو جاءك به كان معه هلاكك. وإنما يؤتى بالحجج والبراهين بأي غرض؟ نأتي بالحجج ليلزم عباد الله الإيمان بها. الحجة تقوم فالفرد يؤمن بهذه الحجج، لا ليهلكوا بها أو ليهلكوا بها، وأنه هذه الحجج تقوم لإماتة الناس. فإنما اقترحت هلاكك ورب العالمين أرحم بعباده وأعلم بمصالحهم من أن يهلكهم كما تقترحون. الله جاي حتى التحية في الدنيا والآخرة، مو أن تموت هنا وتعذب هناك. ومنها من اقتراحاتك المحال. المحال هو محال، هذا شلون؟ أنه تشوف الله، الله لا يرى. ومنها المحال الذي لا يصح ولا يجوز كونه. لا يجوز كونه، يعني لا يجوز وجوده. هذا كان التامة، لأن كان على قسمين، عندنا كان ناقصة وكان التامة. كان ناقصا فكان زيد عالما، تثبت صفة لمحمولا لموضوع. كان التامة لأصل وجود الموضوع، تقول كان الله، يعني الله موجود، بعد ماكو خبر. تارة أقول كان الله مثلا عالما خالقا، لا، تارة أريد أتكلم عن وجود الله فأقول كان الله. هنا كان التامة ولا يجوز كونه، يعني ولا يجوز وجوده، وجود هذا المحال. المحال هو لا يجد في الخارج. ورسوله، وأنا أبين لك. يمكن واحد يقول ليش؟ منو قال الله محال رؤيته؟ وإحنا نشوف آلهتنا هذه الأصنام الأوثان. يقول أنا هم أثبت لك ذلك بالبرهان القاطع الذي لا يمكن أن تحيد عن هذا البرهان. فتعال اسألني، يعني هنا أنا، تعال ناقشني، ما الدليل على استحالة رؤية الله؟ فأنا أقيم لك الأدلة. ورسوله رب العالمين، هنا أنا شغله أن يجي يثبت لك، يعرفك ذلك، يعني استحالة رؤية الله، ويقطع معاذيرك. إذا عندك معاذير، يعني كأنما شبهات، يقطع هذه الشبهات. ويضيق عليك سبيل مخالفته، بعد ما عندك حل من الفرار إلا التسليم بما يقوله رسول رب العالمين. ويضيق عليك سبيل مخالفته ويلجئك بحجج الله إلى تصديقه. أنت إذا إنسان منصف تكون فمجبور، مجبور يعني تنقطع أمامك الحجج إلا وأن ترضى بأن الله لا يرى. يلجئك يعني يلجئ المنصف، طبعا المعاند خو واحد ما يقدر بالقوة يقنع بشيء، فيلجئك أو لا أقل يلجئك قلبا وإن لم تظهر القضية على لسانك. واستيقنوا بها وجحدتها أنفسهم، يعني يمكن يلجئك، يعني أنت تشوف كل المعاذير انتفت، كل الشبهات أزاح، كل الشبهات، فيثبت لك استحالة رؤية الله. ويمكن نبين هسه بالبرهان القاطع، طبعا في كتب الكلام هو موجود، أنه بعد ذلك في محاضرات لاحقة، أن الله عز وجل لا يرى. لما لا يرى؟ بديهي، ولكن أيضا ببعض البراهين والأدلة نثبت ذلك. ويلجئك بحجج الله، يعني بالبراهين القاطعة وبالحجج الواضحة، إلى تصديقه، يعني تصديق الرسول في هذا الأمر، حتى لا يكون لك عنه محيد، لا يكون لك مهرب، لا يكون لك مخرج ولا محيص. طبعا محيد ومحيص مترادفان كما في كتب اللغة، يعني خلاص يقطع أمامك المهرب، تذعن إما باللسان ولا أقل من الجنان بأن الله لا يرى. فشلون أنا، أنت تطلب مني أن يأتي الله عز وجل ويشهد، وتقف أمامه ويشهد بأن هذا رسولي. طبعا البراهين رسول الله صلى الله عليه وآله هنا في هذه الرواية ما يتطرق إلى تفصيلها، وإنما يذكر ما يقنع المستمع، لأن الأئمة كانوا يتكلمون بمقدار عقول الناس. أنت لما الطفل يجي يمك ما تتكلم به بالرياضيات أو بمسائل معقدة، تتكلم معه حسب عقله وحسب رؤيته. طبعا رسول الله صلى الله عليه وآله مع أكبر العلماء كان هواية لازم المفروض
يبين ويوضح حتى هذا يستوعب، لأنه أين العقل الكامل لرسول الله وأين العقول الناقصة لمن هو من أشرف خلق الله بعد طبعا الأئمة المعصومين عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. لذلك من الطبيعي أن رسول الله يشوف استيعاب الجماعة شنو. عموما الأئمة سلام الله عليهم كانوا يتكلمون حسب فهم المستمعين. نعم بعض الأحيان المصلحة كانت تقتضي أن الإمام يتكلم، هذا المستمع لا يفهم كلام الإمام ولكن ينقل كلام الإمام لغيره، فربى حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فيمكن هكذا أيضا. ومنها يعني من اقتراحاتك اللي مقابلة للتطبيق، ما قد اعترفت على نفسك أنك فيه معاند. شوف النائم يمكن أن يستيقظ، أما المظهر للنوم هذا يمكن أن يستيقظ؟ لا، النائمة تنبه فينام فيجلس من نومه، أما من يظهر نفسه أنه نائم لو قنبلة تفجر عنده ولا زال هو يظهر أنه نائم. فما دام أنت معاند، أنا كل شيء أجيب من الأدلة والبراهين وتخالف، وبالفعل كانوا يخالفون. آخر يقول هذا سحر من كما في قضية الأول والثاني، أمير المؤمنين سلام الله عليه أخذه إلى مسجد قباء يمكن، وهناك رأى رسول الله بأم عينه، ورسول الله صلى الله عليه وآله تكلم معه بكلام مفصل، وبعدين رجع وكان متأثرا ويريد ظاهرا أن يرجع الخلافة إلى أمير المؤمنين، ولكن رأى صاحبه فقال له أن هذا كله شنو، هم سحرك بكلامه زين، هذا السحر شنو تسوي، المعاند لا حل له. لذلك رسول الله يقول ومنها ما قد اعترفت على نفسك أنك فيه معاند متمرد لا تقبل حجة ولا تصغي إلى برهان، ما تريد تستمع. ومن كان كذلك فدواؤه شنو علاج المعاند، عذاب الله النازل من سمائه في جحيمه، في القيامة هناك الله يعذبه، أو بسيوء، أو يعني طبعا يمكن عذاب الله النازل من سمائه يعني في الدنيا الله يهلكه كما أهلك الأقوام السابقة. طبعا برحمة الله عز وجل أقوام يعني بعد رسول الله صلى الله عليه وآله لم ينزل العذاب الإلهي على طائفة كبيرة وعلى قوم كما كان ينزل العذاب الإلهي على الأقوام السابقة الذين كانوا يعاندون أنبياءهم. فهذا نقول في جحيمه يعني قرينة على أن العذاب في يوم القيامة، يعني هذا راح يموت وبعدين يعذب في نار جهنم، أو لا الآن جحيم الله في الدنيا، جحيم الله في الدنيا أنه يأتي العذاب الإلهي وينزل على هؤلاء، أو بسيوف أوليائه، أو لا أنت شنو حلك، الحرب ما تنفع ما تستجيب فيقع الحرب بيننا، فالحكم هو السيف. فأما قولك هسه هنا رسول الله يبين أولا بالإجمال ذكر أنه هاي اقتراحاتك كلها اقتراحات باطلة وتدل على جهلك، ثم بالتفصيل يجي يبين بمستوى فهم المستمعين. أنت قلت أنا مكة أجي أزرع هذه الأرض اليابسة، خو أنت في الطائف زرعت أراضي طائف كانت له بساتين، وبعض الأراضي كانت وعرة صعبة فأخرجت منها العيون، يعني أنت نبي؟ أنت تجي تقول أنا في طائف بعض الأراضي اللي كانت صعبة ولا تزرع أنا زرعت فيها بساتين صارت نخيل أشجار وفيها العيون والأنهار، هل هذا يدل على نبوتك؟ فهو يقر من فمك أدينك، فهو يقر يقول له هذه لا تثبت الدعوة النبوة لو ادعيتها. قال فكيف تريد مني أن أظهر ما ليس بحجة؟ هذا مو من شأن رسول الله أن يستدل ليغوي مجموعة من الجهال والسذاج في عقولهم بقضايا ليست بحجة. فأما قولك يا عبد الله لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا بمكة هذه، يعني هنا، فإنها ذات أحجار، هذا كلام المخزومي،
فإنها ذات أحجار وصخور وجبال تكسح أرضها، يعني تزيل الغبار مثلاً على الأرض، تكسح يعني تجعل الأرض صالحة للزراعة، وتحفرها وتجري فيها العيون، فإننا إلى ذلك محتاجون. هذا كان اقتراحك، فإنك سألت هذا وأنت جاهل بدلائل الله. أنت جاهل، شنو هاي حجة؟ هاي مو حجة، هذا تدل على غبائك أو تدل على استغبائك للآخرين، يعني شوف الآخرين بهالطريقة يمكن أن يمشي عليهم بهذه المغالطة. يا عبد الله، أرأيت لو فعلت هذا أكنت من أجل هذا نبيا؟ أنت تريد حجة على نبوتي، النبوة. الآن فرضا أنا خلال 5 سنوات إجيت وزرعت مكة وصارت بساتين، تدل على نبوتي؟ قال لا قطعا، واضح هذا ما تدل على النبوة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أرأيت الطائف التي لك فيها بساتين، أما كان هناك مواضع فاسدة صعبة أصلحتها وذللتها وكسحتها وأجريت فيها عيونا استنبطتها؟ استخرجت، استنباط يعني استخراج الحكم الشرعي بالنسبة للإجتهاد، استنبطها يعني استخرجت هذه العيون، استنبطت الماء يعني استخرجت ماء البئر، حفرتها واستخرجت منها الماء، عيونا استنبطتها؟ قال بلى. قال: وهل لك في هذا نظراء؟ يعني غيرك في الطائف فعلوا هذا؟ قال بلى. قال: فصرت أنت وهم بذلك أنبياء؟ يعني لو كنتم تدعون النبوة، هو ما كان مدعي النبوة، ولكن يعني هل لو كنتم تدعون النبوة الحجة كانت تامة؟ قال لا، خلاص رسول الله صلى الله عليه وآله هكذا بهذه الأسئلة جره إلى أن يقول بأن اقتراحي اقتراح فاشل، فسقط اقتراحه. قال صلى الله عليه وآله: فكذلك لا يصير هذا حجة لمحمد. لو فعله على نبوته هذا مو حجة، فما هو إلا كقولك. خش تنظير: لن نؤمن لك يا رسول الله حتى تقوم وتمشي على الأرض كما يمشي الناس، أو حتى تأكل الطعام كما يأكل الناس الطعام. هذا اقتراحك كأنما هتشي يشبه هذا الآن، هذا واضح بطلانه. ليش؟ لأنه الناس يعملون والأراضي الميتة يحيونها، فأنت تطلب مني هذا الأمر، مثل ما تقول أنت نبي لو تأكل الطعام، وطبعا أنا أكل الطعام مثل غيري. وأما قولك يا عبد الله: أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتأكل منها وتطعمنا وتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أوليس لك ولأصحابك جنات من نخيل وعنب بالطائف تأكلون وتطعمون منها غيركم وتفجرون الأنهار خلالها تفجيرا؟ أفصرتم أنبياء بهذا؟ قال له. قال: فما بال اقتراحكم؟ شنو هذا الطلب اللي إذن تطلبوا مني؟ هذا ما يدل على النبوة، فليش تطلبوا مني هذا الطلب؟ شنو هالجهل؟ فما بال اقتراحكم على رسول الله صلى الله عليه وآله أشياء لو كانت كما تقترحون لما دلت على صدقه؟ يعني فرضا أنا لو أسوي هذه الأمور تدل على صدقي أنني النبي؟ بل لو تعاطاها، هذا لطيف، أنا لو استجبت لكم، شنو معناه؟ معناه أن حجتي على نبوتي هذه القضية التي هي خداع للسذاج. فهذا شنو نتيجته؟ النتيجة تتبع أخس المقدمات كما بينا في نقطة في المحاضرة السابقة. النتيجة أنني كاذب في دعوة النبوة. إذا النبي دعواه النبوة أنه أنا أكل الطعام كما تأكلون، إذن هو كاذب، لأن ما عنده حجة إلا هذه الحجة، وهي مو حجة. ورسول الله يتماشى معك في اقتراحك ليثبت للعالم أنه ليس بنبي. شنو هذا العمل؟ بل لو تعاطاها لدل تعاطيها على كذبه. شلون دل على كذبه؟ وهذا يصير زارع مثل باقي الزراع، يقول لا، لأن هذا في مقام الاحتجاج على الآخرين، لأنه يحتج بما لا حجة فيه، ويختدع الضعفاء عن عقولهم وأديانهم. الضعيف في عقله، الضعيف في دينه، في إيمانه، يمكن يتأثر، بس يتأثر يوم يومين وبعدين يترك رسول الله إلى غير رجعه. ورسوله
رب العالمين يجل ويرتفع عن هذا، منزه عن مثل هذه الأمور. رسول الله أرفع من أن يأتي ويفسد نبوته بحجج باطلة واهية. إلى أن نصل إن شاء الله. وهذا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.